كوكو الحباب، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا قاعدين بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه تاع كيك ساهل ماهل وبمكونات موجوده، يعني تاع نورمالمون في كل بيت. الكيك تاعنا تاع اليوم هو درتو بالتفاح افيك دي بوم، خفيف ما شاء الله هايل. وما نكذبش عليكم، درت سوتش، درت واحد صغير واحد كبير، واحد لينا بيان سور، واحد لتيزامي. فوالا الوغ، اذا حبيتوا الوصفه والطريقه اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. المكونات اللي نحتاجوهم للكيكه تاع التفاح تاعنا هي اول شيء بور لا جينواز نسحقوا زوج حبات بيض، نسحقوا 130 غرام تاع السكر، نسحقوا 60 غرام تاع ياغورت ناتشور. بالنسبه للسكر استعملوا سكر كريستاليزي. نسحقوا 60 غرام تاع الحليب، 60 غرام تاع زيت نباتي، نسحقوا 200 غرام تاع لافارين، مغرف صغيره تاع بيكنج باودر اللي هي الخميره الكيماويه، نسحقوا مغرف صغيره تاع ليكس خيط فاني، وتقدروا تستعملوا ان ساشي تاع لافاني. بالنسبه للمول انا درتو هكذا، فوالا درت له البابي كويسون اوتور هكذا، واستعملت مول تاع 25 على 20. نستعملوا زوج حبات زوج حبات تاع تفاح، نسحقوا واحد 10 مليليتر هكذاك تاع عصير الليمون، 25 غرام تاع الزبده، و20 غرام تاع سكر كريستاليزي كيف كيف. ومع الاخر نستعمل هادوما اختياري، لوز إيفيلي نستعملوه في الأخير. هادو هما كاع المكونات، أروحوا معايا نوري لكم الطريقة. أول شيء نكونوا شعلنا الفرن تاعنا على درجة، ونطفح الدائرة نغسلتهم على درجة 190 كما قلت لكم. ناخدو التفاح تاعنا بيان سور، نوري لكم كيفاش راح نديرو من بعد نكملو. تنقوه بيان سور، فوالا تنقوهم هكذا. ابخي شوفوا تقطعوهم هكذا رقاق هكذا بهذه الطريقه. فوالا شوف هكذا قطعوا التفاح تاعكم. فوالا البنات نقطعوا التفاح تاعنا كيما قلت لكم بهذه الطريقه زوج حبات، روحوا معايا نقول لكم شنو حندير. فوالا البنات ناخذوا المقله ونحطوا فيها الزبده تاعنا هذيك 25 غرام، نزيد نحط فيها التفاح تاعنا هكذا، نقصلو شويه، نزيد ندير السكر تاعنا، نزيد العصير تاع الليمون نخلوهم يبالو برك شوية واحد لمدة دقيقتين. تهون مليح على نار، مش يعني على نار تكون متوسطة. فوالا كاين اللي يحبو يزيدو شوية قرفة تاني كتجي هايل، بصح حنا جو بريفار هكا. فوالا البنات بعد ما يصيروا هكدا التفاح تاعنا شوفو نطفي عليهم ونروحو نجهزو لجنوس تاعنا. فوالا البنات تحطو دوكا زوج حبات تاع البيض تاعكم، تزيدو لهم السكر، فوالا تزيدو لهم لو ياغورت ناتشور، فوالا هكدا
حطوا كيف ما تسحقوش من بان باتور، زيدوا الحليب هنا، نزيد الزيت تاعي وندير بيان سور ليكستري فاني تاعي. انا توجو هكذا نحب لافاني بزاف. فوالا نخلطهم مليح هكذا. البنات نزيدو نحطو لافارين تاعنا هكذا، ونزيد نحط الخميرة الكيماوية تاعنا هكذا، وبيان سيغ نربلوها مليح توجور لافارين تاعكم. فوالا هكذا هك، نزيدو نخلطوها مليح. فوالا حتى تحصلوا على القوام اللي تحبوه دوك. فوالا البنات هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، شوفوا. ابغي ناخذ المول تاعنا هكاونسا، ناخذ المول تاعي كما قلت لكم. فوالا قايديك فوالا البنات هكذا، شوفوا دوكا نحط تحتنا هكذا من الفوق. فوالا نسوه قايديك من الفوق هكذا. فوالا البنات شوفوا كيفاش حطيت التفاح تاعنا دوكا، هذا كيما قلت لكم لوز ايفيلي يضل اختياري. فوالا ديروا شويه هكذا من الفوق ونحطوها في الفرن كيما قلت لكم على درجه، انا عندي هنا 190، انتو ديروا 180 يعني تيشعلوه غير من تحت مده 40 دقيقه. فوالا ونرجع لكم بعدين. فوالا البنات اي باب دوكا نحيها. فوالا فوالا البنات راهو صار جاهز دوكا نحيه. فوالا فوالا الحباب الكيك تاعنا صار جاهز. فوالا هذا وين خرجتو شوفوا، بيان سور دوك نخليه يبرد شويه. تقدروا ديروا ناباج من فوق، تقدروا ديروا كونفيتور دابريكو، انا نموت عليها. ابخي ديروا مام غلاس سكر غلاس من الفوق، ترشوا هكذا ونتلاقاو بعدين اكيد في طريقه التقديم. فوالا فوالا البنات هنا طاجنا من فوق كي تكون سخونة خير. ابخي تخلوها تبرد مليح عندها باش تقطعوها. فوالا أغو أني عاود وليت ليكم بعد ما شفتو الوصفة يعني تاو الطريقة 1 2 3 4 5. أغو أني عاود وليت ليكم بعد ما شفتو الطريقة اللي درت بيها الكيك تاعنا، أروحو ندوقو. فوالا هنا راكو تشوفو أني ديجا قطعتو وسيتو يعني ما شاء الله ما عندي ما نقولكم. زيد نقطع لكم الموغسو منا. فوالا فوالا شوفوا كيفاش ما شاء الله
هذا كثرت له شويه تفاح ربي، بصح لا علينا، انا هي حلاوتها هكذا حبيته. فوالا شوفوا منا كيفاش، شوفوا التفاح تاعنا من الداخل، ما عندي ما نقول لكم يعني تاع ان ديليس. شوفوا فوالا، واو شوفوا شوفوا التفاح، وما عندي ما نقول لكم في لاجينواز توب دي توب. شوفوا منا تانيك التفاح تاعي كيفاش دخل كاع ديك الداخل، والله غير نزيد نقطع لكم ان مورسو فريمون فريمون فريمون، يعني تا ما عندي ما نقول لكم. شوفوا فوالا، ومنا هذا مكان. الوغ اذا عجبتكم الوصفه والطريقه اعملوا لي جيم وشاركوني في القناه تاعي مع فازو دائما جديد. فوالا البنات شوفوا، ندير نقطع معكم مورسو واحد اخر. فوالا شوفوا ما شاء الله، هذا هو. شوفوا هذا منا نضربو ديجا النص منو. فوالا جربوه وما تندموش. باي باي. فوالا البنات شوفوا ما شاء الله، يعني تا ما عندي ما نقولكم. فوالا مام هدا انت ها شوفوا، جربوه وما تندموش، من التحت شوفوا كيفاش يطيب ما شاء الله. واو واو واو، هذا تولو كي من اللي تسيو الوصفة تولو تصبحوا عليه ترقدوا عليه. واو.